السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ صحتكم لاباس؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ نتمنى تكونوا في الف صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الطبق اللي هو سريع في التحضير ديالو، والمكونات ديالو اللي هي بسيطه جدا، وكنقدوه في وقت وجيز. نتمنى انه يعجبكم وانكم تجربوه. مرحبا دابا المقادير. غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الروز، فلفله خضراء، فلفله حمراء، وفلفله صفراء. الا ما عندكش الخضراء او الصفراء يمكن تكتفي غير بنوع واحد. بصله، شويه ديال الشامبينيون الا ما عندكش طري ديري غير ديال المعلب. جوج خيزويات، شويه ديال البروكولي، قطع من صدر الديك الرومي او الدجاج بحال بحال، ملح، البزار، الصوجة، ربعة دروس صغيورين ديال الثومة او جوج كبار، سكينجبير، هذا الفطر المجفف درناه في الماء طايف باش يتطلق، وهنايا شوية معلقة ديال الفرص مطلوقة في الماء، والزيت. كنحكو الثومة ديالنا مزيان في الحكاكة، وغادي نحكو مزيان. والأحسن نخليه واحد ربع ساعة يتشرب الثومة اللي حكينا فوق منه وسكينجبير، عاد نديروه يطيب. غنتركوه دابا واحد ربع ساعة ونرجعو. باقا نشلضو البصلة ديالنا، نكملوها. هي بس الطبخة وكنزيدو هاد القطع ديال اللي كنديرها في قطع ديال التيك على واحد و القياس ديالو. انا هنا درت نص كيلو، اللي بغى يدير قل ممكن يدير، بغى يدير اكثر ممكن يدير حسب الرغبه ديال اي شخص. كنخليو هذا الليمي ديالنا طيب، كنديرو له هاد الغلاقه، نقصو العافية ونخليوه يطيب على ما نقطعو الخضرة ديالنا.
دابا غادي نصرو هاد الشامبينيو ديالنا مزيان ونقطعو هكذا. من بعد ما غسلناه مزيان بعد ما قطعنا الخضر ديالنا كلها غادي نمروا دابا للرز. عندنا جوج زلايف ديال الرز غادي نديروهم في 4 زلايف ديال الماء ونديروهم في الكوكوط ديالنا يطيبو، نسدو عليهم مع شويه ديال الملح ونخليهم واحد المده ديال 10 دقائق على نار مهيله. في الوقت اللي غادي يطيب لينا الرز اللي يكون تطيب الرز حنا غادي نمروا نديروا الخضره على بيبي ديالنا. هنايا البدن ديالنا غنديرو الملح نبداو نحطو الخضرة كيفما كتشوفو راه باقي مدرت لنا لا حتى شي حاجة. دابا غادي نبداو نحطو الخضرة ديالنا، غادي نديرو في الزون نديرو الشامبينيون نديرو الفلفلة كيبان لكم هادشي هادشي كلشي غادي يهبط في هاد الخضرة غادي تهبط. بغيت نديرها في الفانيلا يديرها، واللي عندو مثلة ديال الورق أحسن. نديرو شامبينيون نواغ خضر الأسود ونحطو البروكولي من الفوق، لأن البروكولي هو اللي دغيا كيطيب درناه هو الفوقاني. غادي نديرو دابا واحد الكاس ديال الماء وشوية البزار ونغطيو ونخليه يطيب واحد المدة ديال 5 دقايق هكاك بعد نطلقو. هنايا الرز ديالنا راه حنا درناه غسلناه مزيان وعاد درنالو الماء، جوج زلايف ديال الرز في 4 زلايف ديال الماء شوية الملح كندغيا فين ما غيطيب لنا هذا غادي يطيب الرز مسلوق. من بعد ما نغرس واحد 5 دقايق كنديرو صلصة السوجا تقريبا 3 ديال المعالق كبار هاد التقيلة هادي. صلصة السوجا نغطيو عليه واحد 2 دقايق نعاودو نطبخو. دابا درنا صلصة السوجا وغادي نسدو عليه ديال نغطيوه واحد المدة ديال 3 ديال الدقايق. ومن بعد ديرو ليه هاد الماء اللي خلطناه في الطحين ديالنا في الفرص ديالنا ونخليوه يتبخ شوية. كنقلبو الخضرة ديالنا هكذا مزيان، مكنخليوش الخضرة طيب بزاف، دن غير شوية يكون داخلها شوية طياب وصافي.
دابا غادي نديرو هاد الفورص ديالنا اللي درناه معنا باش يخطر لينا المرق. الطبق ديالنا فهو واجد بحال هاد الشكل كيكون غير كتكون خرطة مزيانة كتسمى نوريكم سيبقى فيه شوية ديال المرقة بحال هكا كتبقى مريقة تسقيو بها الرز من بعد. الطبق ديالنا هو هذا، دا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنقدموه بشكل فردي كيف ما قدمتو انا دابا اولا بشكل جماعي كل واحد الطبسيل ديالو اولا الطبسيل كبير. كنتمنى انكم تجربوه، وصفه اللي هي سهله، طبق اللي هو سهل وكيتقام في وقت وجيز، مكونات اللي بسيطه يمكن لكم تستغنيو على بزاف ديال المكونات وتدخلوا اخرين. الاساس ديالو هي الخضره، وطبق صحي صحي بامتياز، يدخلوا اي خضره اللي بغيتوا في هذا الطبق. نتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني وديروا لي لايك. مرحبا بكم.